طاب مساءكم. اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي أبرمته كييف مع موسكو في إسطنبول هو أول ملفات الأخيرة التي سأقدمها لكم أنا فرح البرقاوي، ونثير فيه تساؤلات عن ثمن هذا التطور وأثاره المتوقع على الصراع اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. في الأخيرة ملفات ساخنة أخرى، أبرزها قصف روسي أودى بحياة مدنيين في إدلب، ورفض محكمة العدل الدولية اعتراض نظام ميانمار على صلاحيتها للبت في جرائم الإبادة ضد الروهينجا. الأخيرة مشاهدينا تأتيكم على شاشة التلفزيون العربي في تمام الساعة 11 بتوقيت القدس، 8 بتوقيت غرينتش، ويمكنكم متابعتنا عبر البث الحي في اليوتيوب. كونوا معنا.